إذن مشاهدينا، تابعنا هذا اللقاء الذي قام به الرئيس السيسي مع قبائل وعوائل مطروح، وهذا اللقاء في مدينة السلوم تحديدا. قام الرئيس السيسي بزيارة صباح اليوم إلى محافظة مطروح، وقام بتفقد الارتكاز الأمني المشترك بين القوات المسلحة والشرطة، وتحدث مع الضباط والجنود، واطمأن على سير الأحوال الأمنية، وطبعا حتى الجانب الإنساني المتعلق بمن يقوم بتأدية الخدمة في هذه المنطقة الهامة من أرض مصر. أيضا قام الرئيس بجولة تفقدية في محافظة مطروح، ومر بعدد من المدن، سواء يعني المدينة نفسها في محافظة مطروح أو السلوم أو سيدي براني، وقام بالتقاء العوائل كما سمعنا الآن في حديث من القلب عن احتياجات هذه المحافظة وأهلها، مع وعود من الدولة بالمزيد من مشروعات التنمية في هذه المحافظة. نلقي الضوء أكثر على هذا اللقاء وهذه الجولة الهامة التي قام بها الرئيس السيسي اليوم إلى محافظة مطروح مع ضيفنا الكريم في هذه الوقفة التحليلية، الكاتب الصحفي الأستاذ علاء حيدر، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك علاء. كيف ترى هذه الزيارة، خاصة أنه محافظة مطروح على مدى السنوات الأخيرة شهدت طبعا اهتمام كبير ربما لم يكن موجودا في عقود سابقة، رأي حضرتك؟ طبعا الساحل الشمالي الغربي بالنسبة لمصر كان مهمل نقول ايه من يوم الخليقة، يعني علما بان هو منطقة جذب هائلة سواء سياحية او صناعية او زراعية. المهم ان بداية اللقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي كان التقى بالارتكاز الامني للجيش والشرطة، وده مهم جدا، ليه رسالة، لان هو النهاردة او امبارح كان في اشتباكات كبيرة جدا بين ميليشيات او يعني ميليشيات في ليبيا، وهذه الميليشيات زي ما حضرتك عارفة بيكون في يعني معارك مسلحة، بيكون في ناس بتهرب وعناصر إرهابية وعناصر خارجة عن القانون، فكله بيهرب، سواء هيهرب على تونس او هيهرب على مصر. فطبعا دي انا تقديري هي دي رسالة ان انا بزور هذه الارتكاز الامني، علشان اي حد يفكر ان هو هيحاول انه يخترق هذه الحدود يبقى عارف ان الامور مستقره يعني. فدي اول رساله. طبعا الرساله الثانيه ان الساحل الشمالي الغربي اللي هو بطول تقريبا نقول 1000 كيلو متر، يعني زي ما قلنا مهمل الا من شهرين في السنه، غير مقبول على الاطلاق بعد ان اكتظت مثلا على سبيل المثال اسكندريه بسكانها. يعني اسكندريه اصبحت النهارده حضرتك حتى في الصيف اما بتشوفي منظر مخيف. يمكن شارع 45 ده، انا وانا يعني كان عندنا بنصيف في فيلا هناك، كان كله رمله، وطلابه كنت بلعب فيه كوره على حافي على الرمله. تخيلي حضرتك الكلام ده مش من 100 سنه يعني. فعايز اقول لحضرتك ان اسكندريه اكتظت بسكانها، ولابد ان يكون هناك بديل، وهذا امتداد يعني للمصيف في هذه المدينه. مش بس بقى مصيف، لا ده هو الهدف من ده مش مصيف بس. الهدف من ده انه يتحول العلمين الى مركز صناعي زراعي سياحي. الناس بس شايفه الابراج اللي قدامها، لكن ما تعرفش انه في المنطقه خلفية بيكون هناك منطقة صناعية كبيرة جدا، بتكون زي المنطقة الموجودة في العمرية في اسكندرية، خاصة العمرية في اسكندرية مش في أراضي. يعني النهاردة عشان تتقدمي كرجال أعمال أو عشان تعملي مصنع، ما بقاش في مصانع، إنك مش في أراضي عشان إنك مكان أنت تتوسعي فيها هناك. فهي دي بديل بالنسبة لمصر المرحلة القادمة، أو بالنسبة للإسكندرية بقى جانب السكندري كل الإسكندرانية، وهناك اهتمام كبير جدا من جانب كثير من الإسكندرانيين المصريين طبعا والعرب طبعا بالاهتمام بهذه المنطقة. هذه المنطقة أهميتها بتعود إن هي كانت من 10 سنين تقريبا أو من 5 سنين أو من 6 سنين ما كانش فيها حد، يعني المنطقة ما كانش فيها حد على الإطلاق. لكن أهم حاجة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعملها اللي هي الدروس المستفادة من الدول الأخرى. إحنا وأنا رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط يعني كنت مرافق للرئيس في كثير من الزيارات كصحفي يعني مع الصحفيين. أهم حاجة إنه زار الدول التي نهضت. هيشوف الدول التي نهضت إزاي؟ الصين، كوريا، ماليزيا، سنغافورة، الهند، الدول التي نهضت إزاي، نهضت النهضة بتاعتها. فتبين لها أن كل هذه الدول أقامت بنية تحتية كبيرة جدا، أقامت بنية تحتية طبعا ماء وكهرباء وغاز و على أساس أي حد يجي يعمل مشروع سواء أجنبي أو من ابن البلد يستطيع أنه يقيم هذه المشروعات. ومن هنا بدأت أي دولة نهضت، خاصة كوريا
لان كوريا تشبه مصر، ان جميع الشركات الكبرى اللي في كوريا اللي احنا بنركب عربياتها وبناخد ثلاجاتها وغسالاتها متواجده في حته زي محور قناه السويس كده بالظبط. واحنا زرناها وكان الرئيس حتى يوميها كان بيفتتح او كان يعني بدات مشروع تطوير قناه السويس. فالراجل رئيس المنطقه الصناعيه دي الكوريه، اقدر اقول اسماء الشركات ولا طبعا هتبقى اعلانات يعني هي الشركات التليفونات في مجال التليفونات والسيارات، هي اهم سيارات بنركبها في مصر واهم تليفونات بنستخدمها في مصر. فالراجل رئيس الشركه بيقول له احنا تمكنا ان احنا نقلل زمن يعني انزال البضائع من على السفن واعاده شحنها في 25 ثانيه، ال 25 ثانيه دي فرقت كتير جدا مع السفن. فالرئيس حتى بص لنا قال يا جماعه احنا بنعمل قناه السويس هتوفر 11 ساعه، وناس بتنتقد مشروع بهذه الاهميه. شوف قد ايه هم بيتكلموا بالثواني واحنا عندنا تاخير 11 ساعه، ده قبل ما قناه السويس تفتتح يعني الفرع الازدواجيه القناه. فشوفي قد ايه في حاجات بتتعمل مهمه جدا لا يشعر محدش، يعني لازم يكون انت متخصصه او شفتي بعينك عشان تعرفي اهميه هذا المشروع. انا بتكلم على حاجه على ارض الواقع. فتبين للرئيس ان هذه الدول عشان تقدري انك يعني تنهضي ببلدك مش هتبقى في يوم وليله، هيجي واحد يقول لك انا بص يا جماعه بكره الدولار بجنيه والرز بقرش ساغ والبتاع والدنيا هتبقى لا. عشان تصل لهذا لابد ان انت تمهد الطريق عشان تصل ان انت تعيش عيشه كريمه. ومفيش دوله على فكره عايشه ببلاش، يعني مفيش حد عايش ببلاش، ومفيش دوله ما عندهاش مشاكل، كل العالم كله في مشاكل. فرنسا احنا نشوف بتتحرق هي، كانوا بيحرقوها يعني. فانا عايز اقول ان كل دول العالم فيها مشاكل كتيره جدا، روسيا فيها مشاكل قد ايه، الثانيه دي اللي اسمها اوكرانيا. يعني احنا بنتكلم عن ازمه اقتصاديه عالميه معدلات تضخم طبعا كبيره جدا، لكن اذا طبقنا ما تقوله حضرتك عن مشروعات البنيه التحتيه اولا ومن بعدها مشروعات التنميه، نتحدث عن مطروح تحديدا. الارقام بتقول انه في عام 2000 من عام 2014 لعام 2021 تم صرف 6 مليار جنيه على التنميه، بينما من عام 2020 ل 2021 تم انفاق 13 مليار جنيه. ماذا تقول الأرقام وفي أي المجالات وضعت هذه الميزانية الضخمة في التنمية؟ الأرقام بتقول أنه أي حاجة لا عشان خاطر تعملي تنمية لابد أن يكون هناك أولا طاقة. فأنت بدأتي بمشروع إيه؟ مشروع الضبعة. أنا فاكر مشروع الضبعة ده كان فيه ضغوط على الرئيس عبد الفتاح السيسي هائلة لكي لا تدخل مصر العصر النووي. احنا عارفين ان ايران زي ما احنا شايفين ان هي بيتهموها بيبقى رغم ان هي ما عندهاش برنامج نووي عسكري، اللي كان هو برنامج نووي سلمي، واحنا في مصر برنامجنا نووي سلمي ومش عايزين طبعا عايزين نعمل بالعسكري، احنا عايزين برنامج نووي سلمي. انا فاكر حتى انا سالت الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في 2016 وانا رئيس تحرير، كان دشن اللي هي ناقله الطائرات اللي هي جمال عبد الناصر، فبقول له يا رئيس هيكون في مشروع الضبع ده مهم جدا مصر تخش المشروع النووي، فما ردش الرئيس السيسي وكمل اسئله ثانيه ورجع ثاني بص لي قال لي لا طبعا لازم هنخشه، لان كان في يوميها ضغط رهيب على مصر لكي لا تدخل هذا الـ 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 التكنولوجيا الهائله. اولا انت عارفه ان مصر طول عمرها عندها علماء في الذره كتار جدا، بدءا من مصطفى مشرفه باشا وسميره موسى والمشد، وللاسف كلهم اتقتلوا، يعني كلهم مش عايزين نقول مين قتلهم لكن كلهم اتقتلوا. فكان في ضغوط على مصر الا تقيم هذا المشروع، لكن الحمد لله اقمنا هذا المشروع علما ان كان عايز يقيمه عبد الناصر وما قدرش، ولا السادات ولا حسني مبارك، كان عليهم ضغوط كثيره جدا في هذا الاتجاه. فده مهم جدا. مشروع الضبع ده هيوفر طبعا كهرباء لهذه المنطقه. هتعملي ايه بقى؟ لازم انت محتاجه صناعه، محتاجه زراعه، محتاجه سياحه. نمره واحد الزراعه، انت بتعملي دلتا جديده في هذه المنطقه، منطقه الضبع حتى النهارده وهم بيتكلموا العوائل وبيكلموا بيقولوا ايه؟ بيكلموا على الترعه التي ستقام في هذه المنطقه، ارجوك ناخد جزء من هذه الترعه ونديها للناس عشان تبتدي تشتغل عليها والاراضي بقت يعني عايز اقول لحضرتك الناس اللي عايشه هناك هي اللي بدات تحس بهذا. فبتتكلموا ده احنا عايزين جزء من الاراضي اللي موجوده على الترعه، ودي ترعه طويله جدا زي ما حضرتك عارفه كبيره جدا. فمهم الناس اللي عايشه هناك هي اللي حاسه، وبس الناس هناك اللي حاسه. هل الناس بتوع القاهره مش هيحسوا بيها؟ لا هيحسوا، لان الناس دي هتزرع، والزراعه اللي هتعملها هتيجي زراعتها للقاهره، وخاصه ان في طرق هتنقل هذه، مش بس تقضي في سكه حديد كمان، والسكه الحديد دي هي طبعا بترخص كثيرا جدا من عمليات النقل. فانت في القاهره هتحس بيها من خلال ما يطلع. احنا عملنا ايه بقى؟ الصوب الزراعيه اللي هي بتصل تقريبا لمليون فدان. صوب الزراعيه احنا عارفين بتطلع لك خضار وفي اوقات
غير اوقات السنه الاخرى دي نمره واحد، يعني ما بقاش في مواسم للخضار في كل، بتبقى موجوده في كل مواسم، الى جانب طبعا بتبقى ما بتحتاجش لمخصبات زراعيه، فدي كلها كيماويات وبتجيب سرطانات، واحنا عارفين المصريين كان عندهم اخطر حاجه طبعا كانت في وقت من الاوقات وهي السرطان. طبعا مرض السرطان انتشر كثيرا جدا باستخدام المخصبات اللي هي كانت بتيجي، في كثير منها كمان كان بيجي غير صالح للاستخدام الادمي يعني. فانا عايز اقول انه انت بتعملي هناك هذه التجمعات بتكون تجمعات زراعيه وتجمعات صناعيه، لان انت بتعملي ميناء عملنا ميناء جربوب وفي المطار العالمين، فيعني ايه يكون في ميناء؟ اما بيكون عندك ميناء وعندك مطار وعندك طرق يبقى وعندك زراعه يبقى هيكون عندك تصدير، عندك تصدير يبقى عندك صناعه، يبقى انت هتقدري توصلي الى ال 100 مليار دولار ان شاء الله خلال 3 سنين اللي هي التصدير، لان مشكلتنا في مصر احنا بنستورد ب 80 مليار دولار ودخلنا 50 مليار دولار، ففي 30 مليار دولار كل سنه هو ده العجز. عشان هتحلي العجز ده ازاي؟ يعني اي واحد هيجي يحكم مصر هيحل العجز ده ازاي؟ لازم انه يشتغل، بس عشان يشتغل محتاج ان هو يعمل مشروعات تنمويه. انا فاكر حتى بالنسبه لل الالغام، انا فاكر انا كنت مدير المكتب الصحفي لوكالة انباء خلصت في باريس، في باريس في فرنسا، وجيت تعليمات ان احنا نحاول ناخد يعني نعمل نشحذ العالم عشان خاطر 3 مليون لغم موجودين في منطقه العالمين او والمناطق المحيطه بيها، لان الجيوش ما حربتش بس في العالمين، هي زرعت الغام طبعا. طبعا انت عندك الجيش الايطالي عندما دخل والالماني من روميل، وعندما دخلوا من ليبيا، دخلوا من ليبيا ما دخلوش من القاهره، دخلوا من ليبيا، فكل المناطق دي كان بيكون فيها زرع الغام فكانت منطقه كلها يعني هيك بتشوف موضوع مثلا نزع الالغام تطهير هذه طبعا ده احنا ده خطوه اولى عشان تقدر تعمل طرق، تعمل كباري، تحفر ترع او تعمل ارض زراعيه الى اخره. طبعا ايمي قالوا حتى هناك ما عملوا دي كان حتى كان في وزاره الخارجيه الفرنسيه اشتركت في هذا البتاع في فرنسا، وانا حضرت طبعا كصاحب وكاله انباء الشرق الاوسط، قال لك انتم محتاجين على الاقل 5 مليار دولار، مين هيديكوا 5 مليار دولار عشان خاطر ان انتم تشيلوا الالغام دي؟ انا ما اعرفش هو الرئيس ازاي امتى يعني ازاي قدر ان هو الجيش قوات مسلحه، عندك قوات مسلحه قائمه، عندك قوات مسلحه قويه الحمد لله رب العالمين هي التي تقوم بذلك طبعا، فده مهم جدا. برضه نقول اما الرئيس حتى لو كان في استدانه عشان اشتري سلاح ويبقى عندي قوات مسلحه قويه، فانا بامن بلدنا، لان تحتينا احنا شفنا السودان اهو، شفت امبارح السودان دارفور ده، هم عايزين كمان دارفور يفصلوها عن السودان، هم فصلوا طبعا جنوب السودان عن السودان، عن شمال السودان بقت دولتين، عايزين يفصلوا دارفور وعايزين يفصلوا كردفان كمان، يعني اربع دول هتبقى تحتيك اربع صحيح. دول لو ما عندكيش قوات مسلحه جاهزه ان هي تقدر ان هي تامن كل هذه الحدود، الى جانب بقى ال 1200 كيلو بتوع ليبيا، لان برضه ليبيا دي شايفه اتقسمت دلوقتي للاسف الشديد على الورق، على الاقل مش رسمي لكن على الورق، بين طرابلس وبنغازي. فالنهارده انت بتتكلمي مش بس كده، وكل منطقه اصبح فيها أصبح يعني من يسيطر عليها، من يسيطر عليها دولتها الخاصة، وليس فقط منطقة، لا ده في حاجة عندك عندهم مش بس القبائلية، عندهم المناطقية، يبقى في ليبيا يبقى واحد عنده منطقة لكنه بينتمي لنفس القبيلة لكن منطقته غير منطقة اللي جنبه، فبيعمل ميليشيا، فتلاقي كل ده عندك على الحدود. عشان كده الرئيس لما راح زار النهارده زار الارتكاز الأمني، لأنه عارف وهو ضابط مخابرات وكان بيطلع بالطيارة أيام ما كان الإخوان، عشان كده تحرك في 30 يونيو مع الجيش مع الشعب المصري ولبى نداء الجيش الشعب المصري، لانه كان بيطلع بالطياره ويشوف كميه السلاح بعد قذافي ما سقط، كان في مئات الملايين من الاسلحه التي تم تهريبها طبعا عن طريق صحيح. الحدود. طيب احنا بنتكلم من يعني حتى في مدينة العالمين كانت لحد سنوات قليلة ماضية كان امتدادها في جزء جغرافي معين، الآن احنا بنشوف انه من الإسكندرية لحد مطروح بكل مساحتها في حركة تنمية، في بناء، في تعمير، حتى في الطرق وفي الكباري إلى آخره. ازاي نقدر نوصف هذا الامتداد العمراني، هذا الامتداد للتنمية بطول محافظة مطروح؟ انا السنة اللي فاتت كنت عايز اركن في العالمين فعرفت اركن، السنة دي في الصيف يعني في الاجازات دي حاولت اركن عشان انزل امشي على المنتج، مش لقيتش مكان العربيات، كمية العربيات اللي كانت متواجدة غير طبيعية. فانا عايز اقول انه كل ان خلال، على فكرة الرئيس اصدر قرار في 2020 باقامة جامعة العالمين في 2020 بكليات كلها، كلية الهندسة والحاسبات اللي هي الحاجات اللي السوق العمل عايزها، ما بقاش فيه حكايات بقى مش عايز اغلط في حد يعني، حكايات الحاجات الكليات الادبيه والكلام ده ما فيش الكلام ده هناك، كله كليات عمليه وكليات تكنولوجيه يعني. فاصدر القرار ده في 2020 2022 كانت شغاله،
يعني انت بتتكلمي عن 12 كليه في جامعه العالمين بدات تعو فيها وفيها طلاب، ودي مهمه جدا، لان انا كان كثير جدا من الطلاب المصريين بيضطروا ان هم ما يلاقوش اماكن في الجامعات بتاعتنا يسافروا بره، وكانت دي كارثه كبيره جدا. او تكتظ جامعه القاهره وعين شمس بالطلبه يعني، لانه ما فيش بدائل متاحه. اخطر من كده ان شفنا السنه اللي فاتت جامعات في بعض دول اوروبا الشرقيه بعد الحرب بتاعه اوكرانيا، فاكر المشكله الكبيره ناس دخلوا طلب على ايدينا العاديين، في منهم كانوا قسم ادبي ودخلوهم كليه الطب، فاكره كانت مشكله كبيره جدا. فايه اللي يخلينا نسيب ولادنا يسافروا بره ويدفعوا، وبعدين كمان ممكن بعضهم يلجا الى طرق ملتويه؟ فكان تواجد كل هذه الجامعات المهمه جدا، خاصه طب، حتى الجامعات دي فيها اهم حاجه لهم رئيس الطب، طب اسنان، هندسه، حاسبات، الكترونيه، اداره اعمال، اللي هي الحاجات قانون دولي، الحاجات اللي انت داخله فيها مع العالم ده كله، لان هذه المنطقه بتتميز انك ان اولا منطقه غير اي منطقه في العالم فيها اعتدال الجو طول السنه، يعني القاهره زي ما انت شايفه احنا يعني بنتهري في الصيف طبعا من الحر، لكن هذه المنطقه عندك لما تروح الواحد يقول يا خبر ابيض، ده معقول انا في مصر، ده انا في منطقه ثانيه، او في القاهره فرق كبير جدا في درجات الحراره، نمره واحد، نمره اثنين، ان هي كمان فيها امكانيات الامطار، لان الامطار بتهطل في هذه المنطقه، الى جانب بقى ما فعلته الدوله ان هي بتقيم محطات تحليه البحر ومحطات اعاده تدوير الصرف الصحي، والصرف الصحي عندما يتم تدويره بعلميا بيبقى جائز على طول للاستخدام. واعتقد ان الدلتا الجديده اللي هي هتتعمل هيكون فيها 2 مليون فدان، هتفرق كتير جدا معانا، احنا اصلا عندنا 6 مليون فدان من ايام رمسيس الثاني او من ايام خوفو، فالنهارده انت بتضيفي 2 مليون فدان الى جانب مليون فدان بتوع الصوب، يعني بتحطي 3 مليون فدان في هذه المنطقه، يعني هذه المنطقه لانها زي ما قلنا جو معتدل، ما هياش محتاجه لميه كتير. يمكن توشكا طبعا ماشي المشروع، بس مشكلتها توشكا درجه الحراره توصل ل 50 و60 في الصحراء يعني في الصيف، لكن المنطقه دي زي ما حضرتك عارفه مش محتاجه ميه كتير، لان هي منطقه معتدله طول السنه صيفا شتاء يعني. فطبعا هي كانت منطقه فيها كمان عبقريه، مش بس عبقريه المكان، لكن فيها عبقرية الزمان. بمعنى لانه عبقريه المكان قالها جمال حمدان فيما يتعلق ان مصر مركزها الاستراتيجي كموقف جغرافي، لكن عبقريه الزمان انت عندك تاريخ كبير جدا، هذه المنطقة منها أخيرا كانت في الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية دي حارب فيها إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا والهند وجنوب أفريقيا ويعني دول كثيرة جدا حاربت، ودول كبرى ودول كلها مصدرة للسياحة، فأنت عبقرية الزمان كمان بتاخدي عبقرية الزمان سواء كل ما هو متعلق بهذه الدول، عندك النهارده عندك منشآت فندقية جميلة جدا كبيرة جدا، كل الناس تقدر تجيبيها ويكملوا معاكي في السياحة، فدي دخل مهم جدا في تكامل بين الصناعة والزراعة والسياحة. طيب محافظة مطروح ثاني أكبر المحافظات مساحة على مستوى الجمهورية، بعد كل ما تم في السنوات الأخيرة، ما هو الذي ما زال مطلوب لكي توضع هذه المحافظة على خطة التنمية بشكل حقيقي، وإنه يتم استغلال كل ما بها من موارد؟ احنا اتكلمنا عن ارض طبعا، اتكلمنا عن سياحه، اتكلمنا عن صناعه، كيف يتم استغلال هذه المنطقه؟ يمكن العائلات تحدثوا مع الرئيس النهارده، تحدثوا عن حاجه مهمه جدا، اللي بيتكلموا عن ال 280 كيلومتر اللي بيفصلوا بين مطروح والسلوم، لان المنطقه دي مهمه ليه؟ لانه انت عندك دوله اسمها ليبيا، هذه الدوله تم تدميرها من خلال العشر سنوات اللي فات، فبتعيد بنائها من جديد. طبعا ليبيا بتعتمد الى حد كبير جدا على بعض الصناعه، كثير من الصناعات المصريه، واحنا عارفين ان كانت ان في كميات هائله من البضائع المصريه بتدخل ليبيا، لكن طبعا ما بيكون في المينا، لكن بيكون في كمان اما تقدري من خلال المينا تكملي الطريق بتاع لغايه، زي ما هم طلبوا كده، قالوا احنا عايزين من اول مطروح لغايه السلوم، لان المنطقه دي مهمه جدا. بس الرئيس تحدث ان كله بيتعمل وفي مشاكل كثيره جدا، احنا عندنا دايما اما بيكون في طريق بيروح بنيين ايه؟ على حافة الطريق، يعني طبعا هو كان عبارة عن طريق رايح وطريق جاي، مفرد واحد كده واحد كده، فبتيجي البيوت تروح بانية على الطريق، فعشان تشيلي الطريق البيوت بتخشي طبعا في تعويضات، ومش بس كده، واللي يقول لك حرام ومش حرام، طب هو انت بتتكلمي عن يعني خدمة بشر في هذه المنطقة، اما تضرر 2000 مش مشكلة، في اجل مصلحة اللي موجودين اللي هم بالملايين، وفي القاهرة ودولة بالملايين، وبعدين مصر دولة كانت 85 مليون ايام حسني مبارك، النهارده داخلين على 120 مليون، وبعدين مصر كمان جاذبه
اللي بيقولوا عليها هتفلس جاذبه للمهاجرين من كل حد. احنا عندنا النهارده وصلنا ل 12 مليون لاجئ 12 مليون، وبعدين مش عايشين في 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 مخيمات. ايه مخيمات ده؟ عايشين معاكي. ده منهم انا بشوف في بعض الاماكن النهارده حتى الاخوه قولي السوريين بقى لهم مده وفتحوا محلات وفتحوا ده، حتى السودانيين فتحوا ليهم محلات في كثير جدا من محافظات مصر واماكن كثيره. اسمح لنا استاذ علاء مره اخرى. طيب بانتظار بعض يعني البث فيما يتعلق بزيارة الرئيس، نستأنف حديثنا مرة أخرى. احنا كنا بنتكلم عن القيمة الاقتصادية لمحافظة مطروح، وحضرتك قلت انه اللاجئين الموجودين على أرض مصر يعني بيدل على انه مصر لديها من الامكانات الكثير والكثير. نعود مره اخرى لنطبق ذلك على مطروح. هيك قلت انه في منطقه حدوديه بين مصر وليبيا، هذه المنطقه لابد ان يتم استغلالها لان ليبيا بتعتمد عليها في البضائع. طبعا ليبيا يعني في دول كتير جدا بتحاول ان هي طيب. اعتذر مره اخرى.